في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين هذا هو يوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة من عام 1433 ونسأل الله سبحانه وتعالى لمن حج وضحى وصام أن يتقبل منهم ويجعلهم ممن أغفرهم إنه سميع مجيب ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في كل مكان وأن يفرح قلوبنا بنصر الإسلام والمسلمين. نعود إلى كتاب الإمام الطبري رحمه الله تعالى وناخذ في هذه الليله سورة الهمزة وهي سورة مكية بالاتفاق ولعلنا نبدأ مع تفسير الإمام رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال ابن جرير رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم تفسير سورة ويل لكل همزة القول في تأويل قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله المقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة يعني تعالى ذكره بقوله ويل لكل همزة لمزة الوادي يسيل من صديد أهل النار وقيحهم لكل همزة يقول لكل مغتاب للناس يغتابهم ويغضهم كما قال زياد الاعجم تدلي بودي اذا لاقيتني كذبا وان اغيب فانت الهامز فانت الهامز اللمزه ويعني باللمزه الذي يعيب الناس ويطعن فيهم وبنحو الذي قلنا في ذلك قال اهل التاويل ذكر من قال ذلك ساق باسناده عن ابي الجوزاء قال قلت لابن عباس من هؤلاء الذين بداهم الله بالويل قال هم المشاؤون بالنميمه المفرقون بين الاحبه الباغون اكبر العيب سقى بإسناده عن أبي الجوزاء قال قلت لابن عباس من هؤلاء الذين ندبهم الله إلى الويل ثم ذكر نحو حديث مشرف بن أبا سقى بإسناد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ويل لكل همزة اللومزة قال الهمزة يأكل لحوم الناس واللمزة الطعان وقد روي عن مجاهد خلاف هذا القول ساق بإسناده عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ويل لكل همزة قال الهمزة الطعان واللمزه الذي يأكل لحوم الناس وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله وروي عنه أيضا خلاف هذين القولين ساق بإسناده عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ويل لكل همزة اللمزه قال أحدهما أحدهما الذي يأكل الذي ياكل لحوم الناس والاخر الطعام. وهذا يدل على ان الذي حدث بهذا الحديث قد كان اشكي قد كان اشكل عليه تاويل الكلمتين. فلذلك اختلف نقل الرواه عنه ما رووا على ما ذكرت. ساق عن قتاده ويل لكل همزة اللمزه، أما الهمزه فآكل لحوم لحوم الناس، وأما اللمزه فالطعان عليهم، ساق بإسناده عن ابن أبي عروبة عن قتاده قال الهمزه آكل لحوم الناس، واللمزه الطعان عليه، ساق بإسناده عن ابن جو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ويل لكل همزة اللمزه قال ويل لكل طعان مغتاب، ساق بإسناده عن أبي العالية قال الهمزة يهمزه في وجهه واللمزة من خلفه ساق بإسناده عم عمر عن قتاده قال يهمزه ويلمزه بلسانه وعينه ويأكل لحوم الناس ويط ويطعن عليهم ساق بإسناد عن ابن أبي نجيح عم مجاهد قال الهمزة باليد واللمزة باللسان وقال اخرون ساق باسناد عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قول الله ويل لكل همزه اللمزه قال الهمزه الذي يهمز الناس بيده ويضربهم بلسانه واللمزه الذي يلمزهم بلسانه ويعيبهم. واختلف في المعني بقوله ويل لكل همزه فقال بعضهم عني بذلك رجل من اهل الشرك بعينه. فقال بعض من قال هذا القول هو جميل بن عامر الجمحي وقال آخرون منهم هو الأخنس بن شريق ذكر من قال عني به مشرك بعينه سقى بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي ويل لكل همزة اللمزة قال مشرك كان يلمز الناس ويهمزهم سقى بإسناده عن ابن أبي نجيح عن رجل من أهل من أهل الرقة قال نزلت في جميل بن عامر الجمحي ساق بإسناده عن ورقاء في قوله ويل لكل همزة اللمزة قال ليست بخاصة لأحد نزلت في جميل بن عامر قال ورقاء زعم الرقاشي وقال بعض أهل العربية هذا من نوع من نوع ما تذكر العرب اسم الشيء العام وهي تقصد به الواحده كما يقال في الكلام اذا قال رجل لاحد لا ازورك ابدا كل من لم يزرني فلست بزائره وقائل ذلك يقصد جواب صاحبه القائل له لا ازورك ابدا وقال اخرون ذلك معني به كل من كانت هذه الصفه صفته ولم يقصد به قصد اخر ذكر من قال ذلك وساق بإسناد عن ابن أبي نجي عن مجاهد في قول الله ويل لكل همزة لمزة قال ليست بخاصة لأحد والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله عم بالقول كل همزة لمزة كل من كان بالصفة التي وصف هذا الموصوف بها سبيله سبيله كائنا ما كان من الناس نعم بسم الله الرحمن الرحيم كما تلاحظون في تفسير الهمزة اللمزة يعني وقع فيها خلاف في التعبير وفي بعض التعبيرات وقع فيها إيش اه اختلاف يمكن يقال عنه اختلاف تضاد خاصة المروي عن مجاهد وإن كان الإمام رحمه الله تعالى قد يعني خرج هذا من جهة الرواية أولا الإمام رحمه الله تعالى كما هو مذهبه في لغة ويل ذهب إلى المراد به وادي في جهنم وسبق الحديث عن أن الحديث الوارد في كونه وادي في جهنم يعني ضعيف جدا ولهذا الأولى أن يقال إن ويل هي كلمة كلمة وعيد كما يقول القائل الويل لك أو تقول العرب ويل لأمه وهم باب التهديد فإذا كان المعنى وعيد لكل همزة لمزة الهمزة ماخوذ من مادة همزة والهمز فيه معنى الضغط يعني فيه معنى الضغط وكذا واللمز مقابل له فهل الهمز واللمز معنيان مترادفان ام هما معنيان متداخلان ويفترق بعضهما عن بعض طبعا ليظهر من كلام المفسرين من السلف وكذلك من كتب اللغه ان بينهما معنى مشترك وبينهما معنى مفترق. يعني بينهما معنى مشترك وبينهما معنى مفترق. والاشتراك المعنيين وقع الاختلاف في التعبير. الاشتراك المعنيين وقع الخلاف في التعبير. ولو رجعنا الى القرآن سنجد قوله سبحانه وتعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات. فاللمز هنا لا شك انه سيكون بماذا؟ باللسان. ومنهم من يلمزك في الصدقات ولهذا قال الإمام في تفسير لهذه العبارة يطعن عليك. وقال في قول هماز مشان بنميم قال معناه مغتاب للناس يأكل لحومهم. فلو تأملنا الآن اغتياب سيكون باللسان واللمز سيكون باللسان. بعض العبارات التي ترد عندنا أن الهمز أيضا قد يكون بالحركة. مثل الغمزة أو الإشارة عندنا الآن الإشارة باليد أو الإشارة بالعين أو الكلام باللسان فهذه ثلاث حركات يمكن أن تكون فأيها الذي يكون من باب الهمز وأيها الذي يكون من باب اللمز هذه فيها تداخل فكما قلت لكم هو معنيان يجتمع فيهم يجتمعان في شيء ويفترقان في شيء وللاختلاف الوارد يعني عسر جدا التفريق بينهما ما المعنى الجامع وما هو الفرق بين الهمز واللمز ولكن استخدامات القرآن يمكن أن تدلنا على شيء قريب من هذا مثل قول سبحانه وتعالى وقل أعوذ برب وقل أعوذ بك يا ربي من همزات الشياطين فهمز الشيطان هم همزه معناه أن فيه نوع من إيش من الجس أو الضغط على الإنسان يعني من الجسد والضغط على الانسان في شيء ما. فكانه هذا اشاره الى ان الهمز يكون فيه شيء من الاشاره او من اللمس. واما اللمز فيكون باللسان. ابن زيد قال في قول هماز بن مشاء بنميم يقول الهماز الذي يهمز الناس بيده ويضربهم. فلاحظ يهمز ويضرب معناه اذا الهمز في معنى الضغط يعني فيه ضرب ثم قال وليس باللسان هنا في سورة القلم يقول ليس باللسان يعني ينفي أن يكون الهمز من فعل اللسان فهذا كان يشير لنا إلى أن الفرق بين اللمز والهمز فإذا يشترك اللمز والهمز من جهة اللفظ ويفترق الهمز أنه يكون إيش باليد واللمز لا يكون باليد يقول وليس باللسان وقرأ ويل لكل همزة لمزة قال الذي يلمز الناس بلسانه كلام من زيد هنا مفصل في سورة النون والقلم وما يسترون يعني كلامه مفصل كأنه لا أن يجعل الجامع بين الهمز واللمز هو فعل اللسان ويفترق الهمز عن اللمز بماذا؟ بالحركة فالحركة تكون للهمز لا لللمز لكن العبارة التي وردها الإمام هنا عنه ليست مثل العباره التي وردها في سوره القلم مع اتفاق الروايه مما يدل على ان هناك اشكال في الروايه هنا الروايه هنا تقول قال ويل لكل همزه قال الهمز الذي يهمز الناس بيده ويضربهم بلسانه والذي يبدو الله اعلم ان فيها سقطا قال ويضربهم ثم قال وقال قال وليس بلسانه لكي تتوافق مع الرواية السابقة. لكي تتوافق مع الرواية السابقة. قال بعد ذلك: واللمز الذي يلمزهم بلسانه ويعيبهم. لما معنى يضربهم بلسانه؟ ما يعني ليس لها معنى. الا اللي معنى الهمز اللي هو التلفظ باللسان. فالذي يبدو والله اعلم ان هذه الرواية في هذه السورة في سورة الهمزة فيها اشكال. يعني فيها إشكال لكن عبارة مفصلة في سورة النون أو في سورة القلم واضحة جدا فإذا من كلام ابن زيد وهو معتني جدا بال يعني الألفاظ وتفسيرها من جهة اللغة كاننا نفهم الآن يمكن نقول إن الجامع بين الهمز واللمز هو فعل اللسان فالهماز واللماز يشتركان في عيب الناس بلسانهم ولهذا اختلفوا في الهمز واللمز إذا كان باللسان فقال بعضهم الهمز يكون بما تقابل به الشخص واللمز ما يكون إيش من خلفه مثلا فهذا تفريق لكنه في النهاية جامع بينهما يعني تفريق أنه يجتمع أنه كله باللسان لكنه يفترق الحال هل هو أمام الشخص أو خلف الشخص أما الذي ذكره بن زيد فيزيد معنى آخر وهو أن الهمز قد يكون بغير اللسان إذا كان المقراد يضربهم باللسان الإشارة باللسان يعني من باب أيضا اللمز فممكن يعني من غير الكلام فعلى العموم المقصود أن اللمز فيه حركة يعني حركة لعضو غير اللسان والهمز هو فعل اللسان يعني النطق فإن كان من باب الإشارة فهو يكون من باب اللمس اللمز يكون من باب اللمز ولو تأملنا عبارات أول, أول شاهد ذكره للشاهد الشعري في قول زياد من زياد الاعجم قال تدلي بودي اذا لاقيتني كذبا قال وان اغيب فانت الهامز اللمزه فقوله فانت الهامز اللمزه كلام زياد الاعجم دال على ان الهمز واللمز يكون ايش؟ بمعنى واحد يعني خلف يعني خلف ظهري تهمزني وتلمزني فإذا قصد المكان عنده واحد فلم يفرق بين الحضور والشهادة فجعل الهمز واللمز في حال الغيب طبعا هذا البيت في له رواية أخرى وأنت العائب اللمزة فإذا كان وأنت العائب اللمزة, اللمزة طبعا لا يكون في شاهد إلا لحظة إيش اللمزة أما إذا كان على هذه الرواية وأنت الهمز اللمزة فهي على الأقل فيها إشارة إلى أن الهمز واللمز قد يكون من خلف الشخص أه ما ذكره عن ابن عباس الآن أنه قال هم المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون أكبر العيب وهذا تفسير معنى وليس تفسيرا لي للألفاظ بمدلولاتها في اللغة وإنما هو تفسير معنى يعني تفسير عام لللفظ أيضا رواية عن ابن عباس أنه قال أه بنفس الرواية ذكرها قبل رواية مجاهد قال الهمزة يأكل لحوم الناس يعني الغيبة قال واللمز الطعان فجعل الهمز غيبة وجعل اللمز من باب ايش؟ الطعن وكذلك رواية أخرى عن مجاهد أنه قال الطعان الهمز الطعان واللمز الذي يأكل لحوم الناس يعني عكس هذا العكس اللي في رواية مجاهد توقف عنده الإمام الطبري وحاول أن يخرجه في أن كما قال هذا يدل على أن أن الذي حدث بهذا الحديث قد كان أشكل عليه تأويل الكلمتين يعني هو سمع من مجاهد الهمزة اللمزة سمع الطعان وسمع إيش آكل لحوم الناس لكنه ما ترتبت عنده أيهما فمر روى كذا ومر روى كذا فجعل الاختلاف ممن من دون مجاهد قال فذلك فلذلك اختلف نقل الرواة عنه ما رووا على ما ذكرته وكان يريد أن ينبه على أن الذي روي عن مجاهد ليس المشكلة فيه من مجاهد وإنما هو من من دون مجاهد والروايات كما تلاحظون سفيان عن ابن نجيح وأيضا الرواية الأخرى سفيان أيضا عن ابن نجيح لكن الذي وقع عليه الخلاف اللي هو يحيى عن سفيان وكيع عن سفيان هذه الآن رواية ومهران عن سفيان يعني هذه الرواية الآن عندنا ثلاثة رواة عن سفيان فكأن الآن الرواية عن سفيان يعني من سفيان إلى مجاهد ما فيها إشكال فتبقى الآن إشكال من أين جاء قد يكون ممن هو دون هؤلاء أيا ما كان المقصود أن هذا الخلاف الوارد يعني عن مجاهد حله الإمام بهذه الطريقة من يكون وقع الإشكال عند بعض الرواة قتادة أيضا ذهب إلى ما ذهب إليه مجاهد في أحد روايتين إن إنه الهمزة آكل اللحوم واللمزة الطعان وكانهم يميلون إلى معنى أن الطعان هو اللمزة يعني الذي يطعن في الناس هو اللمزة ثم أورد أيضا بعد ذلك عن ابن زيد وجعله قولا يعني كانه جعله قول قال وقال آخرون يعني كانه أفرده بقول وقول ابن زيد كما تلاحظون مفصل يعني قوله مفصل. فإذا خلاصة القول والله أعلم أن نقول إن الهمزة اللمزة جعل صيغة فعلا لكي يدل على أن أنها صارت عادة له، يعني كأنه كثير الهمز واللمز أشبه ما تكون صارت عادة له. وهذا الهمزة اللمزة لم يقل الله سبحانه وتعالى: ويل لكل همزة ولمزة، مما يشعر أن الهمزة اللمزة شخص واحد يتعاطى الهمز واللمز. يعني يتعاطى الهمز واللمز. والهمز واللمز معنيان يتفقان في فعل اللسان يعني في القول ثم يفترق اللمز عن الهمز بأن اللمز يكون في ماذا؟ يكون فيه طعن ان يعني يكون فيه طعن كما قال في قوله ومنهم من يلمزك في الصدقات اي يطعن عليك يعني انهم باب الطعن واما الهمز فقد يقع من اللسان يعني من فعل اللسان او العين او كذلك اليد يعني اذا كان من باب الهمز او من باب السخريه فانه يدخل في هذا الباب فتكون هذه الافعال هي من فعل الهمزه ويبقى ان المراد باللمزه هو الذي يطعن فيهم ويعيبهم الذي يطعن في الناس ويعيبهم فيكون هذا معنى اللمزه والله اعلم بعد ذلك ذكر الامام بعد المعنى من نزلت فيه يعني من هو المقصود بالهمزه اللمزه؟ وظاهر العباره طبعا كما هو واضح ويل لكل لو كان ويل للهمزه اللمزه لقيل ان المقصود اولا هو واحد، لكن واضح جدا ان كلام السلف يدل على ان هذه الايات اول ما نزلت نزلت يراد بها شخص معين ولهذا عبر الامام انه قيل ان المراد بذلك رجل من أهل الشرك بعينه، لكن رواية ابن عباس لم تحدد من هو الشخص، لكن أيا ما كان أن مقصود رجل بعينه. والرواية الأخرى أن المراد جميل ابن عامر الجمحي. والرواية الثالثة أن المراد به الأخنس بن شريق. وأورد عن مجاهد من رواية ابن أبي نجيح أن نزلت في جميل ابن عامر الجمحي. ثم أورد عن ورقاء قول عبارة قال في قوله تعالى: همز قال: ليست بخاصة لأحد. نزلت في جميل ابن عامر قال ورقاء زعم الرقاشي. طيب الآن قوله ليست بخاصة لأحد هل هو من قول ورقاء؟ لو تأملنا الرواية التي وردت عن مجاهد في آخر تفسير الآية وقال آخرون معنى معني به كل من كان كانت هذه الصفة صفته. ولم يقصد به قصد اخر، ثم اورد الروايه عن مجاهد قال: ليست بخاصه لاحد، وهي نفس الروايه الوارده عن ابن ابي نجيح، يعني بنفس السند. مما يشعر ان الاسناد الاول هو من كلام مجاهد. سواء سقط في الاسناد ابن ابي نجيح عن مجاهد، يعني ورقاء عن ابن ابي نجيح عن مجاهد، او كان ورقاء هو المتكلم فهو اخذ تفسير ايش؟ مجاهد، يعني في كلا الحالين هذا المعنى هو قول مجاهد في أنه ليست بخاصة لأحد وهذا طبعا يشعر أن السلف كانوا منتبهون كانوا منتبهين لقضية الخصوص والعموم خصوصا فيما يتعلق بأسباب النزول لأن لو قلنا أنها خاصة لو قلنا أنها خاصة فلن يدخل مع هذا الشخص إلا من كان إيش مقيسا عليه يعني إن كان من باب القياس فمن كان على حال فيدخل لكن في قولنا ويل كل همزة لمزة يدخل فيه كل همزة لمزة يدخل كل همزة لمزة فإذا هذا الآن الذي أراده مجاهد والله أعلم لما قال ليست بخاصة لأحد كأنه أراد العموم يعني التنبيه على العموم وأرجو أن تكون هذه يعني واضحة فيما يتعلق بتفسير الآية وأنها إنما جاءت كما قال الإمام عم بالقول كل همزة لمزة كل من كان بالصفة التي وصف هذا الموصوف بها سبيله سبيله كائنا ما كان من الناس يعني كأنها باقية أو معناها باقي إلى أن يرث الله هذا الكتاب نعم وقوله الذي جمع مالا وعدده يقول الذي جمع مالا وأحصى عدده ولم ينفقه في سبيل الله ولم يؤد حق الله فيه ولكنه جمعه فأوعاه وحفظه واختلفت القراءة في قراءة ذلك فقرأه من قراءة أهل المدينة أبو جعفر وعامة قراءة الكوفة سوى عاصم جمع بالتشديد وقرأ ذلك عامة قراءة المدينة والحجاز سوى أبي جعفر وعامه قراه البصره ومن الكوفه عاصم جمع بالتخفيف وكلهم مجمعون على تشديد الدال من وعدده على الوجه الذي ذكرت من تاويله وقد ذكر عن بعض المتقدمين باسناد غير ثابت انه قراه جمع مالا وعدده بتخفيف الدال بمعنى جمع مالا وجمع عشيرته وعدده وهذه قراءة لا أستجيز القراءة بها بخلافها قراءة الأمصار وخروجها عما عليه الحجة مجمعة في ذلك وأما قوله جمع مالا فإن التشديد والتخفيف فيهما صوابان لأنهما قراءتان معروفتان في قراءة الأمصار متقاربتا المعنى فبايتهما قرأ القارئ فمصيب. نعم. في قول سبحانه وتعالى جمع الذي جمع مالا وعدده. طبعا هذا الاسلوب يعني من القرآن ومر علينا كثيرا. وهو يمكن يسمى من باب تفسير القرآن بالقرآن لكنه تفسير اوصاف. بمعنى ان الله سبحانه وتعالى قال: ويل لكل همزة لمزة. والآن بدأ يذكر لنا أوصاف هذا الهمزة اللمزة لكن لا يلزم أن كل همزة لمزة أن يكون إيش جامعا للمال لا يلزم تأتي الأوصاف قد يكون همزة لمزة وليس عنده هذا الأمر لكنه يتكلم والآن أو أو الحديث منصب على واحد من الناس همزة لمزة هذه أوصافه لكن يبقى أن العموم الأول معتبر فكل همزه لمزه يدخل في التوعد بالخطاب ويل لكل همزه لمزه وهذا اللي هو الاوصاف او التفسير القراني اللي ياتي بالاوصاف كثير كما قدوه لكم من القران مثل قول سبحانه وتعالى الا ان أولي الله اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال الذين امنوا وكانوا يتقون فاذا هو اعطانا الان هذا الوصف لكن أولياء الله فقط هذه أوصافهم قد يأتي في موطن آخر ذكر أوصاف أخرى لأولياء الله ففي هذا الموطن هذا باب تفسير القرآن بالقرآن وفي الموطن الثاني يكون باب تفسير القرآن إيش؟ بالقرآن لكن هذا مرتبط بالأوصاف يعني كنا الآن يذكر الأوصاف المتناسقة مع هذا السياق فقط وليس المراد أن هؤلاء الذين تصبوا بهذه الصفة هم الأولياء الذين قبل عليهم فقط دون غيرهم قد يكون هناك أولياء بأوصاف أخرى غير هذه الصفة ومثل ما قال وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين ثم وصفهم قال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين هذول صفة صنف اخر الذين دفعوا فاحشة وظلموا انفسهم وذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم الايه فمعنى ذلك انه وصف المتقين في هذا السياق بهذه الاوصاف فلو قلت لك من المتقون تقول الله سبحانه وتعالى فسر فسر مراده بهم في هذه الآيات فقال الذين ينفقون في السراء وقال والذين إذا فعلوا واحدة لكن ألا هل يعني هذا أن غيرهم لا يوصف بأنهم متقي سنجد أنه صار المتقين مثل قول سبحانه وتعالى ألف لام ميم كتاب لا فيه هدى للمتقين قال الذين يؤمنون ايش؟ بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون فهذا الأسلوب من القرآن كثير يعني موجود واضح الفكرة؟ نعم شيخ عبد الرحمن بلى بلى ثم يعمم بلى هذا واضح يعني مساق الآيات واضح أنها تريد شخص معين ولا ولهذا عبارة حتى عبارة مجاهد يعني عبارة مجاهد ذكرها قال ليست بخاصة لأحد مشعر بهذا أنها وإن كانت نازلة في شخص بعينه وعبارة الفرة اللي ذكرها وقال بعض العربية قال بعضها العربية المراد به يقول هذا من نوع ما تذكر العرب اسم الشيء العام وهي تقصد به الواحد إلى آخر كلامه كل هذا مشعر بقضية العموم يعني نحن متفقون على العموم ما في إشكال لكن هل هي نزلت لشخص بشخص بعينه هذا أسلوب الآيات واضح أنه يراد به شخص بعينه أولا وهو يدخل دخولا أوليا قطعا كما هو معروف في طريقة التعامل مع أسباب النزول لكن من هو هذه هذه وقع فيها الخلاف هل هو الأخنس أو جميل أو غيره نعم وقوله يحسب أن ماله له أخلده يقول يحسب أن ما له الذي جمعه وأحصاه وبخل بإنفاقه مخلده في الدنيا فمزيل عنه الموتى وقيل أخلده والمعنى يخلده كما يقال للرجل الذي يأتي الأمر الذي يكون سببا لهلاكه عطب والله فلان وهلك والله فلان، بمعنى انه يعطب من فعله ذلك ولما يهلك فَعْدُ ولم يعطب، وكالرجل يأتي الموبقة من الذنوب دخل والله فلان فلان النار. نعم في قوله يحسب يعني تلاحظون ما ادري في لفظه يحسب يحسبوا الانسان يعني مادة الحسبان في يحسبون يعني وردت في القرآن بمعنى يعني أيظن ولا لا في أكثر من مكان لكن مادة الظن ومادة الحسبان لا شك بينهما فرق خصوصا أن مادة الحسبان مأخوذة من الحسب يعني من الحساب فكان فيها هذا المعنى وكأنها جاءت هنا أنسب لما كان الموضوع جمع مال وتعداد له فكانه قال أيحسب يعني معنى يظن لكنه اختير هذه اللفظه المقاربه لموضوع المال في قضيه الجمع والحساب. طيب يعني يحسب اي هذا الهامز اللامز ان ماله اخلده يعني كانه الان وقع في ظنه ان ماله سيخلده. فاذا الان الفعل ان ماله اخلده هذا فعل ماضي. والمعنى المراد مستقبل. يعني المعنى المراد مستقبل، إذا سيكون هنا ايش؟ نكته بلاغيه أشار الإمام إليها. يعني أشار الإمام إليها في أنه قال في 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 عبارته: والمعنى يخلده. يعني كما يقال الرجل الذي يأتي الأمر إلى آخر كلامه، فإذا كانوا الآن استخدم الفعل الماضي بمعنى المستقبل. يعني الفعل الماضي بمعنى المستقبل. طيب، نحن نعلم ان الفعل الماضي إذا استخدم مع المستقبل مثل قوله سبحانه وتعالى أتى أمر الله فإنه يدل على ماذا؟ على تحقق الوقوع. لكن الآن كيف جاء الفعل الماضي ها؟ للمستقبل في أمر لن يقع؟ في الظن، نعم. يعني لأنه الآن حكى لنا ايش؟ ظن هذا الإنسان الهامز اللامز. يعني ظن هذا الهمز اللمز أنه سيبقى خالداً يعني أنه سيبقى خالدا فاذا كان المعنى الان والصوره البلاغيه التي يعني نستفيد من هذا هو اشعارنا بماذا؟ بحاله هذا الشخص وحاله من يظن الخلود بسبب ما عنده من المال وهذا يقارب صاحب الجنتين في سوره الكهف لما قال وما اظن ان تبيد هذه ابدا ثم زاد الطين بلة قال وما اظن الساعه قائمه فهذا اذا نوع من الغرور قد يحصل لبعض الناس. أن يظن ان ماله سيخلده. وطبعا قد بعض الاشخاص قد لا يقع منه هذا بالتعبير. لا يقول هذا الكلام بالتعبير. لكن حاله هو حال من يظن ان ماله سيخلده. يعني حاله حال من يظن ان ماله سيخلده. والدليل على هذا انك تجد بعض من ينعم الله عليه سبحانه وتعالى بالاموال تجده وقد طعن في السن يبني الدور والقصور لمن كم ستبقى أليس كذلك فهذا الحقيقة هو نوع من هذه النفسية التي يقول الله سبحانه وتعالى في الإنسان وهكذا جبل الله الإنسان يعني هكذا جبل الله الإنسان لكن المؤمن الكيس هو الذي يبني لآخرته خصوصا أنه ماذا سيستفيد يعني ماذا سيستفيد من هذه الدنيا ويبني هذه القصور كم من انسان بنى بيتا وتركه لورثته بل بنى قصرا يعني معروفه الحوادث عندنا مشهوره ومعروفه في هذا الباب نعم وقوله كلا يقول تعالى ذكره ما ذلك كما ظن ليس ماله مخلده ثم أخبر جل ثناؤه أنه هالك ومعدب على أفعاله ومعاصيه التي كان يأتيها في الدنيا قال جل ثناؤه لينبذن في الحطمة يقول ليقذفن يوم القيامة في الحطمة والحطمة اسم من أسماء النار كما قيل لها جهنم وسقر ولظى وأحسبها سميت بذلك لحطمها كل ما ألقي فيها كما يقال للرجل الأكول الحطمة وذكر عن الحسن البصري انه كان يقرأ ذلك لينبذان لينبذان في الحطمه يعني هذا الهمزة اللمزة وما له فثناه لذلك وقوله وما أدراك ما الحطمة يقول: وأي شيء أشعرك يا محمد ما الحطمة؟ ثم أخبره عنها ما هي؟ فقال جل ثناؤه: هي نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. يقول: التي يطلع ألمها ووهجها القلوب. والاطلاع والبلوغ قد يكونان بمعنى: حكي عن العرب سماعا متى طلعت أرضنا متى متى طلعت أرضنا و أرضي بلغت نعم في قوله كلا كما سبق أن تعبير الإمام هو من من أفضل التعبيرات في معنى كلا إلا ما يكون هو أفضل هذه التعبيرات لأنه قال يقول تعالى ذكر ما ذلك كما ظن ليس ماله مخلدة لأن الآن في قول يحسب أن ماله أخلدة هذا الفعل يعني فعل خطأ فإذا نحتاج إلى ماذا إلى رد فجاءت كلمة كلا للإشارة إلى هذا الرد وتعبير الإمام عن هذا الرد بقول كما قال ما ذلك كما ظن ليس ماله مخلده ثم ذكر بعد ذلك في قوله لينبذن في الحطمة طبعا اللام هذه ايش تكون لام ايش؟ هم هي توكيد لكنها لام ايش؟ القسم هم؟ اي موطع القسم يعني كانه معناه والله لينبذن في الحطمة طيب اه لينبذن النبذ كما قال هو القذف ي القذف يعني نبذه بمعنى قذفه مثل قول سبحانه نبذوه وراء ظهورهم طيب ومن قول فانتبذت من اهلها وكذلك قول سبحانه وتعالى ايش في فانبذ اليهم على سواء لكن هنا المراد لا ينبذن اي لا يقذفن او لا يرمين في الحطمه وسماها ايش الحطمه وكما قال انها اسم من اسماء النار واشار الى سبب التسميه يعني في قوله الحطمه وربطها بالرجل الاكول لكن لو لم يبين معنى الحطم ها لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ما معنى يحطمنكم؟ يعني كان معنى حطمه بمعنى ايش؟ انه يعني ضغط عليه ضغطا حتى يعني صار بعضه على بعض يعني ومن قولهم تحطم مثلا تحطم البيت او تحطم الخشب اذا تكسر بعضه على بعض وهذا والعياذ بالله حال هذا الرجل في النار والعياذ بالله، فكأنه ينحطم في هذه النار و يكون فيها كما يكون اي شيء متحطم في هذه الحياه الدنيا يعني شبيها بهذا، فقال لينبذن في الحطمه التي تحطم كل من يدخل فيها. ثم قال بعد ذلك ذكر عن الحسن البصري قراءه وهي شاذه قال لينبذان في الحطمه. طبعا الآن هنا واضح جدا ان الحسن في قراءة اليوم بدان في الحطمه ذاكر ذهب الى ان الهمزه اللمزه كانهما اثنان يعني ويل لصاحب الهمز وويل لصاحب اللمز وصاحب الهمز وصاحب اللمز منبوذان في الحطمه، طبعا قراءة شاذه لكن من باب زيادة العلم في هذا الآن لو من اين عرفنا شذوذ هذه القراءة؟ ها؟ ايوه انا كنت ابغاك تقول الكلام هذا مخالفه الرسم. هل نستطيع اننا نقول ان ان الالف هذه كانت مثبته في قراءه الحسن رسما؟ نحن نعرف ان الالف طبعا لا لا نستطيع ان نلزم بالله بالنفي ولا بالاثبات لكن باب الفائده ان الالف الالف قد تحذف مثل ما تحذف عندنا الان في الرسم، يعني لو نحن الان سنتعامل مع المرسوم عندنا مثل لاذبحنه لاذبحنه فيها الف ولا لا, لا ثم أذبحنه كذا عبد الله فالآن أو مثل لا أوضعوا مثلها أيضا لا وأوضعوا هي نفس لو أردنا أن نناقش بنفس الفكرة نقول إذن الآن هذه مخالفة للرسم لماذا لما نقول في لا أوضعوا وفي لا أذبحنه وأنه مخالفة للرسم مخالفة للقراءة فنقول أن الرسم خطأ لا هذا اثبات الف الان لا اذبح لا, لا يعني لا اذبح أنه لا اذبح أنه هكذا المكتوبه لا لو واحد بيقراها لا موجود الله اغفر لك في الرسم الان لا يعني لم الف ثم الهمزه اللي هي الالف بالهمزه اذبح أنه هذا الرسم العثماني كذا فيه الف زائده لا أنا قصدي صحيح لكن لماذا لم نقل أن الرسم مخالف للقراءة؟ لماذا لم نعترض على الرسم؟ ما حكيش؟ لا نحن نتبع القراءة أصلا ما عندنا مشكلة في هذا، لكن قصدي لماذا لم نعترض على الرسم؟ كيف؟ لا موجودة في الرسم لو فتحت المصحف تجدها موجوده هي مختلفه الان القراءه السؤال شوفوا يا جماعة القراءة نحن نتبع القراءة ما عندنا مشكلة أنا أسأل الآن سؤال لا نريد أن نصل إلى أن الاعتراض هنا على الحسن لا يلزم أن يكون أن نقول بوجود زائد على الرسم لأنه قصدي من ذلك انه لا في الحطمه ولينبدن في الحطمه من جهه الرسم ممكن ان يكون الرسم واحد وتكون قراءتان ممكن ولا لا؟ اي نعم انا اريد انه هل هل نحن فقط نعتمد الرسم؟ يعني هل الرسم الآن هو الضابط فقط ولا عدم ثبوت القراءة؟ الرسم قرينه انا اريد ان اصل الى ان الرسم ايش؟ قرينه وليس ايش؟ اي نعم ليس العله الكليه وانما هو قرينه، طيب انا اريد ان اصل اليه فقط انه لو كتبنا كتبناها كما هي موجوده في رسم المصحف لاحتملت قراءه الحسن يعني احتملت قراءة الحسن فما دام تحتمل قراءة الحسن فالرد فالرد هنا ليس فقط لأجل الرسم، وإنما نقول لأنها ايش؟ لم تتلقى بوجه معتبر. يعني لم تتلقى بوجه معتبر. هذا الذي يريده. ومخالفة الرسم تعتبر قرينة. مخالفة الرسم تعتبر في هذا المقام قرينة، لكن قد تكون مخالفة الرسم أحياناً تكون أصلاً. ولهذا إحنا نقول الآن إن مخالفة الرسم أحياناً تكون قرينة، وأحياناً تكون أصل. مثل في قوله سبحانه وتعالى والذكر والانثى اللي سبق ان اخذناها في سوره الاعلى فهي ثابته في صحيح البخاري عن ابي الدرداء وعن ابن مسعود ومع ذلك إن نقول هذه مخالفه ليش؟ للرسم مخالفه فيها صريحه وواضحه لكن في لا ينبذن محتمله ما تزال محتمله حتى لو لم توجد ايش؟ الالف ممكن ممكن أن تكون قراءات نعم ممكن تكون مثل من, أنفسكم موافقة للرسم لكنها غير صحيحة إذن أنا اللي يريد أن نركز عليه دائما هو الاعتماد على أن القرآن مرتبط بالتلقي والرسم هو مجرد قرينة يعني لا نضخم جانب الرسم فيقع عندنا إشكالات في هذا الأمر ولهذا بعض المخالفين من المستشرقين وغيرهم ينطلق من المرسوم ظنا منه ان المرسوم يحكم ايش؟ على القراءة، سواء طبعا كان جهلا منه او يعني من باب الاغراض عنده يعني انه اراد الطعن. يعني قد يكون جاهل جهل مركب او قد يكون يريد الطعن مع علمه يعني يعرف لكنه يريد ان يطعن. فمثلا جولد سيار تجد ماذا في كتابه يظن او 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 يزعم ان تعدد هذه القراءات بسبب ايش؟ اختلاف الرسم عندهم إيه هذه مشكلة هذا وإنما الأصل هو التلقي يعني إنما الأصل هو التلقي ماشي مي مشكلة نكمل هذه وقوله إن عليهم مؤصدة يقول تعالى ذكره إن الحطمة التي وصفت صفتها عليهم يعني على هؤلاء الهمازين اللمازين مؤصدة يعني مطبقة وهي تهمز ولا تهمز وقد قرئت جميعا وبنحو الذي قلنا في ذلك قال اهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق باسناده عن ابي مالك عن ابن عباس في مؤصده قال مطبقه ساق باسناده عن عطيه في قوله انها عليهم مؤصده قال مطبقه وساق بإسناده عن سعيد قال: في النار رجل رجل في شعب من شعابها ينادي مقدار ألف عام يا حنان يا منان، فيقول رب العزة لجبريل: أخرج عبدي من النار، فيأتيها فيجدها مطبقة، فيرجع فيقول يا ربي إنها عليهم مؤصدة، فيقول يا جبريل: فكها وأخرج عبدي من النار. فيفكها ويخرج مثل الخيال فيطرحه على ساحل الجنة حتى يم حتى ينبت الله له شعرا ولحما ودما ساق بإسناد عن ابي رجاء علي الحسن في قوله انها عليهم مؤصده قال مطبقه ساق بإسناده عن الضحاك انها عليهم مؤصده قال مطبقه وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطيه العوفي انها من طريق عطيه العوفي انها عليهم مؤصده قال عليهم مغلقه ساق باسناده عن سعيد عن قتاده انها عليهم مؤصده اي مطبقه ساق باسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله انها عليهم مؤصده قال مطبقه والعرب تقول اوصد الباب اغلق نعم طيب قول سبحانه وتعالى إنها عليهم مؤصدة كما ذكر الإمام إن الحطمة عليهم مؤصدة شوف لاحظ قوله إنها أي الحطمة عليهم فجمع مما يشعر بالعموم الوارد في قوله إيش الهمزة اللمزة يعني الذي يهمز الذي يلمز الذي جامع مالا وعدده فإذا رجع في قوله عليهم على المعنى وليس على إيش على اللفظ ان رجع المعنى وليس على الهمز الهمزه اللمزه الذي جمع كل ايش؟ من جهه اللفظ مفرده لكن من جهه المعنى جمع فكان قال انها عليهم اي من هو من جنس هذا الهمز اللمزه مؤصده او موصده كما قال أن كما قال إن بانهما قراءتان والعرب طبعا مرتبطه بالهمز وعدم الهمز عند العرب يعني من يهمز ومن لا يهمز أورد رواية طبعا فيها غرابة عن سعيد بن جبير اللي من رواية جعفر أنه قال في النار رجل في شعب من شعابه إلى آخره طبعا هذا أولا خبر غيبي جميل الشيء الثاني أن سعيدا لم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى من أخبار التابعين في مثل هذا الأمر إذا يعني قد يقول قائل لو وقف على مثل هذا الإسناد ومثل هذه الرواية قال وما لنا وهذه الرواية يعني ما نحتاجها لكن هل الطبري الان اوردها ليثبت هذه التفاصيل او اوردها لوجود دلاله في هذا الاثر على المعنى المحكي في الايه؟ واضح ان دلاله لانه قال الملك ياتي فيقول فيرجع فيقول انها عليهم موصده يريد هذا هذه الدلاله هذا المعنى فقط وليس مراده اثبات ايش؟ التفاصيل فإذا هذا الأسلوب من العلماء نحتاج إلى أن نتعرف عليه فما يأتي واحد يقول يعني مثلا يقول الـ 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 الآثار أو الأحاديث الواردة عند الطبري وفيها ضعف ثم يرد مثل هذا الـ 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 الأثر ويقول هذا مرسل لأن سعيدا من التابعين وهو يحكي خبرا غيبيا والمرسل ضعيف الكلام هذا صحيح لكن ليس هذه طريقة استدلال عند العلماء فالاستدلال الآن الوارد هو بعد ان اثبت المعنى المعنى في في في, معنى موصده مع مطبقه ما في كلام ولا في خلاف فايراد مثل هذا الاثر في هذا المعنى مجرد ايش ايراد اثر زائد في هذا ولم يكن عند العلماء تحرز في مثل هذه الامور ما كان عندهم تحرز من هذه الامور فيبقى انه من الاثار التي تدل على المعنى العام في الايه في قوله انها عليهم مؤصده طبعا مطبقة مغلقة إلى آخرة تعتبر اختلاف في التعبير فقط وإلا المعنى واحد طبعا قول ابن زيد والعرب تقول أوصد الباب أغلق هذا طبعا في إشارة لعناية ابن زيد بحكاية كلام العرب و عنه هذه العبارة في بعض المواطن من تفسيره نعم وقوله في عمد ممددة اختلفت القراءة في قراءة ذلك فقرأته عامة قراءة المدينة والبصرة في عمد بفتح العين والميم وقرأ ذلك عامة قراءة الكوفة في عمد بضم العين والميم والقول في ذلك عندنا أنهما قراءتان معروفتان قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القراءة ولغتان صحيحتان والعرب تجمع العمود عمدا وعمدا بضم الحرفين وفتحهما وكذلك تفعل في جمع اهاب تجمعه اهبا بضم الالف والهاء واهبا بفتحهما وكذلك القضيم فبايتهما قرأ القارئ فمصيب واختلف اهل التأويل في معنى ذلك فقال بعضهم معنى ذلك انها عليهم مؤصدة بعمد ممدده اي مغلقه مطبقه عليهم وكذلك هو في قراءه عبد الله فيما بلغنا ساق باسناده عن قتاده في قراءه عبد الله انها عليهم مؤصده بعمد ممدده قال اخرون بل معنى ذلك انما دخلوا في عمد ثم مدت عليهم تلك العمد بعماد ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي في عمد ممددة قال أدخلهم في عمد فمدت عليهم بعماد وفي أعناقهم, في وفي أعناقهم السلاسل فسدت بها الأبواب ساق بإسناد عن ابن وهب قال قال ابن زيد في عمد من حديد مغلو مغلولين فيها وتلك العمد من نار قد احترقت من النار فهي من نار ممدده لهم. وقال اخرون هي عمد يعذبون بها ذكر من قال ذلك وساق باسناد عن سعيد ان قتاده في عمد ممدده كنا نحدث انها عمد يعذبون بها في النار. قال بشر قال يزيد في قراءه قتاده عمد. ساق باسناد عن سعيد ان قتاده في عمد ممدده قال عمود يعذبون به في النار واولى هذه الاقوال بالصواب في ذلك قول من قال معناه أنه انهم يعذبون بعمد في النار والله اعلم كيف تعذيبه اياهم بها ولم ياتنا خبر تقوم به الحجه بصفه تعذيبهم بها ولا وضع لنا عليها دليل فَنُدْرِكَ بِهِ صِفَةَ ذَلِكَ فَلَا قَوْلَ فِيهِ غَيْرَ الَّذِي قُلْنَا يَصِحُّ عِنْدَنَا نعم في قوله في عمد ممددة كما ذكر الإمام أن فيها قراءة عمد وعمد طبعا الملاحظ فقط في و نسب القراءات أن الإمام ذكر عامة قراءة المدينة والبصرة يعني كان قراءة أهل المدينة والبصرة وأنها في عمد والقراء المدينة والبصرة بن كثير ونافع وأبو عمر وابن عامر وإن كان طبعا عنده أبو جعفر ويعقوب لكن لم يشر إلى قراءة حفص هنا وفي قراءة أخرى قال وقرأ ذلك عامة قراءة الكوفة في عمد بضم العين والميم وقراء الكوفة اللي هم عاصم وحمزة والكسائي وخلف المخلف عن الكسائي من طبعا في في العشره وهذا يدخل في القراءات اللي سبقا ذكرنا انه لم يشر اليها من قراءه حفص وان قراءه حفص لم تكن عند ابن جرير رحمه الله تعالى فهذه من ايضا المواطن التي يمكن ان تضاف الى قراءه حفص التي لم يشر اليها ابن جرير وسبق التنبيه على هذا الموضوع الان عندنا في قول في عمد هو الخلاف الان في كيفيه هذا العذاب والعياذ بالله يعني الان قال انها عليه مؤصده بعمد وهذه قراءه عبد الله بن مسعود وكان مفسره ولهذا قال فقال معنى انها مؤصده بعمد ممدده يعني مؤصده حال كونها بعمد يعني ممدده بعمد وآخرون قالوا لا إنما دخلوا في عمد ثم مدت عليهم تلك العمد يعني في عمد يعني دخلوا في, في هذا العمد ثم مد هذا العمد والعياذ بالله وآخرون قالوا لا هم هي عمد يعذبون بها فجعل العمد مادة التعذيب يعني فإذا هذه كلها أقوال ثلاثة الطبري رحمه الله تعالى طبعا ذكر الظاهر من الخطاب أنهم يعذبون بعمد في النار لأنه قال في عمد ممدده لأنهم يعني في عمد لكن كيف يعذبون هذه او هذا التفصيل قال لم يأتي آه لم يأتنا خبر تقوم به الحجه بصفه تعذيبهم بها، طيب لم يأتنا خبر كما قال تقوم به الحجه بصفه تعذيبهم بها مع ان عندنا روايه عن ابن عباس وهذا المقام ليس مقام ايش؟ رأي لأن ابن عباس يقول أدخلهم في عمد فمدت عليهم بعماد وفي أعناقهم السلاسل فسدت بها الأبواب هذا تفصيل وكذلك قراءة عبد الله بن مسعود مفسرة ومع ذلك نجد أنه لم يرتضي لا هذا المعنى ولا ذاك المعنى ولا اعتمد على كون قول الصحابي في هذا المقام مقام الغيبيات أن يكون حجة مما يشعر أن عنده مشكلة في هذه الأقوال. يعني مشكلة في هذه الأقوال فتحفظ عليها وبقي على الظاهر. يعني بقي على الظاهر أنهم يعذبون في عمد، لكن كيفية هذا التعذيب الله أعلم. فهذا الإجمال الذي الله سبحانه وتعالى أنهم يعذبون في عمد هذا متفق عليها في جميع الأقوال، لكن كيف؟ اختلفت هذه التفاصيل. والاختلاف في التفاصيل والله أعلم لا يؤثر على هذا المعنى العام وبهذا نكون قد انتهينا من هذه السوره. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب